مرحبا بكم متابعين قناة محترف للشروحات. يعني اليوم بإذن الله سنتعلم طريقة معرفة الشخص الذي نتحدث معه أنه غادر يعني المحادثة الخاصة بنا أو لم يغادرها. فمثلا أنا بحسابي على هذا الهاتف على اليمين أريد معرفة الشخص على اليسار أنه ما زال على يعني المحادثة التي تدور بيني وبينه أو غادر بطريقة بسيطة. فمثلا أنا أرسل له الرسائل الآن، كما تلاحظون لا يمكن معرفة أنه يعني هو داخل المحادثة أو خارجها. كل ما عليك فقط هو التوجه إلى الدائرة ثم إلى حالة النشاط وتقوم بتفعيل هذه الميزة يعني الجديدة في الميسنجر. قم بتحديث الميسنجر إلى آخر إصدار سوف تجدها، وبالمقابل تذهب إلى الهاتف الآخر أو يعني الصديق الذي تريد معرفته، تقول له أنه يفعلها بهذه الطريقة. يجب عليك مفعلتها على كلتا الهاتفين، أي كلتا يعني أنت وصديقك. الآن سوف أرسل رسالة، وكما تلاحظ هنا يخرج لي الرأس الصغير هذا، هنا يثبت لي أن الشخص هو داخل المحادثة ولم يعني يخرج منها، يعني أقوم بالاتصال معه بدون أن يقوم بمغادرة المحادثة التي بيني وبينه. الآن فمثلا سوف أخرج من المحادثة يعني بهاتف الآخر، يعني صديقي يخرج، فمثلا أرسل له رسائل. الآن كما تلاحظ الرأس لا يظهر لي، وذلك لأنه غادر المحادثة الخاصة بي، وبهذه الطريقة يمكنني معرفته أنه غادر المحادثة. لو يدخل إليها يعني المحادثة الخاصة بي فأنظر سوف يخرج لي الرأس، وبالتالي أعلم أنه داخل المحادثة. لا تنسى الاشتراك في قناة المحترف للشروحات. كان معكم بدر الدين، نلتقي في فيديو جديد وفي درس لاحق بحول الله. إن أعجبك الفيديو ضع بصمتك بالإيجابي. سلام.